ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره تانية بعد الفاصل. احنا هنعمل دلوقتي سلطه لطيفه برضو من السلطات الحلوه اللي ممكن يكون فيها نسبه بقوليات وخضروات حلوه، لكن هنستخدم فيها الكسكسي. تعالوا كده نشوف الوصفه اللي معانا ايه ونتكلم عن المقادير. عندي الكسكسي، عندي كوبايه واحده، لو هستخدم الكسكسي الجاف الجاهز، عندي كوبايه ميه مغليه ومعلقه كبيره من زيت الزيتون وممكن رشه ملح. طيب للبقوليات اي نوع موجود عند حضراتكم؟ انا حابه استخدم قوي اللوبيا اللي بعين سودا، وحابه استخدم الفاصوليا الحمراء والبيضه وحمص الشام اذا موجود، او لو في ذره حلوه عند حضراتكم. وعندنا للخضروات اي حاجه انتم بتحبوها، يعني خيار، بصل، فلفل الوان، طماطم، اي حاجه انتم حابينها. الدريسنج عندي زيت زيتون وخل تفاح وملح وفلفل. طيب تعالوا اول حاجه بعملها كالاتي. اولا انا هنا الميه عندي سخنه، بسم الله. هاخد كده كوبايه الكسكسي، اللي عايز يعمل ده بالبرغل يعمله، مفيش اي مشكله، بس انا قلت ده علشان الطلب حاجات بيه اهو. بس شايفين حضراتكم، حط معاها معلقه زيت زيتون، وهنسيبه يتشرب الميه دي لحد ما ينفش، وهوريكم شكله. رشه ملح، هوريكم شكله بعد ما بيتفرفط اهو. شايفين مفلفل ازاي؟ بسم الله اهو، شايفين بيبقى كده. هاجي بقى هنا، خليني اقرب زيت الزيتون اهو. شايفين هيبدا يتشرب اهو، بدا يتشرب الايه الزيت مع الميه السخن. نقلبه تقليبه كده واحده، تشوفوه برضو اهو. بصوا بدا يتشرب اهو وينفش وياخد نفس شكل الايه التاني. خلاص هشيل بقى ده كده، وتعالوا نبدا ايه اول حاجه. بسم الله، هنحط هنا الكسكسي. بسم الله، اي بقى نوع زي ما اتفقنا من الخضروات، انا هستخدم بقوليات حلوه لانها الحقيقه مفيده جدا وجميله. هناخد فاصوليا الحمراء، حمص الشام، فاصوليا بيضاء، وعندي اللوبيا اهي، وعندي خيار، طبعا بصل اخضر، وعندي فلفل الالوان الاحمر والاصفر والاخضر، وعندي هنا البقدونس. هنشيل بقى الحاجات دي، بصوا الالوانات بتاعتها جميله ازاي. خد معلقه ثانيه، خليني الاول اقلب ملعقتين كده واخلي دي جنبي. بسم الله اهو، زمان كان الكسكسي ده بيعملوه في البيوت فعلا، كانش في حد بيشتريه تقريبا، ما كانش حتى تقريبا في كونسيبت بتاع ان احنا نلاقي اكياس كسكسي جاف في السوق دي الا في اماكن معينه، في ماركتس يعني معينه برضو، مش في اي حته. وكان في فكر انه كان لازم يتعمل في الحاجات النحاس بتاعت زمان، وكان لازم يتعمل على الايد، يعني الدقيق يتعمل بالميه ويتخف، وحد بيرش وحد قاعد بيعمل الدقيق مع الميه لما يبقى زي مندي كده. وبعدين دلوقتي بقينا بقى بنعمل في الكبه، فبندي الضربات بتاعته عشان تطلع يعني مظبوطه، وبعدين نبدا بقى ايه ناخده نحطه بقى ونسويه على البخار، وكان ليه حله معينه بتتحط فيه، وبعدين بيقعد فتره، وبعدين نبدا نقلبه تاني ونغطي بشاش، وبعدين نبدا نحطه مره تانيه، وبعدين نسمع لما يطبل او يدي الصوت المكتوم، نبدا نضيف الزبده او السمنه البلدي بتاعت زمان، ويتعمل في اكياس وتشال في الفريزر للي حابب ياكله بعد كده. في المغرب بيعملوه بمرق البط، وبيعملوه بحاجات جميله جدا الحقيقه يعني. طيب عندنا بقى هنيجي هنا ناخد رشه من الملح
سلطه من السلطات الحلوه، وعندي رشه فلفل، وعندي خل التفاح، وعندي زيت الزيتون. تعالوا بقى بصوا بقى الكسكسي اللي احنا عملناه، هجيب لكم شوكه بس اهو. بصوا تشرب الميه السخنه، اهم حاجه تبقى ميه سخنه اهو، البوله الصغيره اهي. بصوا الجمال، شايفين اتشرب ازاي؟ اول ما يفرفط كده تمام، جميل جدا. ونقلب بقى هنا ادي كده، ونبدأ نقدم بقى السلطة الحلوة بتاعت البقوليات دي. بصوا الجمال، بصوا، بسم الله الرحمن الرحيم، علشان ايه؟ بصوا الجمال، تعالوا بس ايه، تالي احط هنا، نشيل دول ونقدم بقى الايه؟ السلطة بتاعتنا اهو. هنا ناخد كده من الايه، من الخليط الجميل ده، السلطات الحلوه قوي. بسم الله، الوانها جميله، اللي حابب يحط البرغل مكان الكسكسي مفيش مشكله، بس احنا حبينا نعمل بيه لان في اصدقاء لينا بيتابعونا من دول مختلفه وبيحبوا يستخدموه جدا الحقيقه، وبيحبوا في السلطات، واحنا ما نقدرش يعني ان يعني ما نلبيش طلب الاصدقاء اللي بيتفرجوا على برنامجنا او متابعين لينا بشكل جميل. بشكر حضراتكم طبعا على حسن المتابعه وعلى التعليقات الراقيه، واتمنى دايما نكون عند حسن ظن حضراتكم. اشكركم على الكلمات الجميله والله، شكرا. بصوا الجمال اهو، طبق سلطه رائع رائع ما شاء الله. استمتعوا بيه بقى، شكل جميل و هوري بقى حضراتكم هنا، نقدمه كده. تسلموا حبايب، هوريكم. بصوا كده، بصوا بقى، نحط هنا وتعالوا بصوا بص على البطاطس. بصوا بقى، يلا نبدأ المرحلة الثانية من البايركس. بسم الله الرحمن الرحيم، هجيب هنا، الريحة روعة ما شاء الله ما شاء الله. بصوا بقى، أنا طلعت هنا، شايفين الطاجن؟ طبعا خلوا بالكم البايركس لو نوعه كويس ما تحطوش نقطة مية عليه، إنه ممكن يفرقع لو مية مع السخونية الجامدة دي، نراعي الموضوع ده قوي. شايفين البطاطس أخدت لون، اللحمة استوت واللون بتاعها اتغير، أوريها لكم. بصوا أدي اللحمة من هنا، ماشي على راحتكم على راحتكم. بصوا اللون بتاعها اتغير وبقت جميله ازاي. هنبدا بقى نعمل الخليط التاني، هنعمل كالاتي. تعالوا بقى، عندي موتزاريلا، وعندي البقدونس، وعندي شيري توميتو. هنعمل كالاتي، رشه بقدونس حلوه، وبعدين هنحط الموتزاريلا. تسلموا حبايبي كده، بسم الله. شايفين الجمال؟ الله الله. وهنيجي هنا ناخد وحدات من الطماطم الشري، نزين بيها كده، يبقى ده المكان اللي ممكن نقطع بيه الايه، الوصفة الجميلة دي اول ما تسيح تاخد لون كده. اولا هما بيبقوا مع بعض فبيبقوا حاجه واحده، هتتقطع بقى كده مربعات او مستطيلات او زي ما حضراتكم تحبوا. فكرتها جميله، طعم اللحمه دي على فكره لو حضراتكم عملتوه كفته بس حلوه قوي ما شاء الله، يعني التتبيله بتاعتها رائعه. طيب هوريكم كده بعد ما بتطلع، هو ده هخل ده معاكم برده الفرن اهو. بصوا بتتقطع مربعات جميلة ازاي؟
هسيبه لكم تشوفوه. بصوا كده انا عملتها كده، هتدخل دلوقتي دخلها تاني فرن مع حضراتكم تاخد لون، تطلع بقى مربعات حلوه مستقله متقطعه شكلها رائع. اوكي تاكلوها بالهنا والشفا وتقولوا لي بقى ايه راي حضراتكم فيها. وهنعمل عصير لمحبي البرقوق لانه منتشر وجميل البرقوق الاحمر، الناس اللي حابه تعمل العصير البرقوق ده في البيت. طب لو عايزين تخزنوه هقول لكم ازاي وهنحكي عنه بتفاصيله، لكن هدخل الاول البايركس ده الفرن وبعدين هنتكلم مع بعض على العصير اللي هنعمله بعد كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هندخل كده البايركس عشان هو بس لسه كان سخن. فرن تسيح الجبنه الموتزاريلا وتاخد منه لون جراتان كده حلو. ويلا بسم الله. ونطلع بقى دلوقتي بعد اذن حضراتكم فاصل، وهنرجع بعد الفاصل نعمل عصير لطيف قوي ميكس بين حاجتين مفيدين جدا، ونتكلم عن البرقوق لوحده ايه، لكن بعد الفاصل مستنيه حضراتكم.